ارحب فيكم من جديد متابعينا، وننتقل معاكم للحديث حول تطبيق لاقى نجاح كبير واقبال واسع، تطبيق بوابه البحرين. وللحديث اكثر عنه نستضيف طبعا القائمين على هذا التطبيق، انس محمد وخالد محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، يا هلا نورتونا ويعطيكم الصحه والعافيه. يا هلا وسهلا فيكم. طبعا انت اليوم اساسا كنتوا تساعدونا بعد في التغطيه، بس من جانب اخر، فببتدي معاك الكلام. يعني خالد، قبل ما نتكلم عن التطبيق ويعني امور يمكن تخص التطبيق، خلينا نتكلم اليوم شلون شفتوا تغطيتكم على الجسر اليوم. يعطيكم العافيه، شكرا لكم هالاستضافه الحلوه. ما شاء الله اليوم شفنا اللهفة والشوق وكلمات وايد حلوة قالت لنا اليوم أثناء تغطيتنا لاستقبال إخواننا وشقائنا الغاليين من المملكة العربية السعودية. كل المشاعر اللي شفناها يمكن صعب نوصفها لكم في خلال هاللحظات البسيطة، بس إذا قلنا إن إحنا استقبلنا مو ناس غريبة، أهلنا، أحباتنا، ناس منا وفينا، هم أهل الدار أساساً. أكيد أكيد. أنا لو نتكلم شوي عن التطبيق، شلون راح يكون ويساهم في جعل البحرين وجهة سياحية كبيرة؟ طبعاً التطبيق الحملة الأكرب من أول تدشينا في أول 12 ساعة الحملة الأكرب، وصلنا الرقم الأول لفئة السفر الحملة الأكرب، وصلنا بالمرتبة الأولى أيضاً في أكثر عدد التحميلات على التطبيق وفي متجر أبل نفس الحملة الأكرب. تطبيق لاقى نجاح كبير وباهر فاق التوقعات في فترة قياسية كبيرة. نلاحظ اليوم بالإقبال الناس على التحميل، اختيار الرحلات، اختيار المشاريع، اختيار الفعاليات أو الوجهات اللي قاعد يخططونها بشكل عام في التطبيق، بالإقبال جدا جدا كبير حملة على التطبيق. حلو. يعني خالد، هذه الإقبال الكبير مثل ما قال يعني أخونا أنس، لازم كان في وراء فكر، كان في وراء خطة، فكلمنا في البداية عن الفكرة نفسها، فكرة التطبيق من وين جاتكم خاصة في هذا التوقيت؟ نعم طبعا الفكرة هي من زمان احنا كانت عندنا، بس بلورناها ودشناها في هذا الوقت الحمد لله المتميز اللي يتزامن مع استقبال شقائنا واخواننا من المملكة العربية السعودية. طبعا الفكرة اشتغلنا عليها خلال 8 شهور خلال فترة جائحة كورونا، معانا أكثر ما شاء الله من 15 شاب وشابة بحرينيين ساهموا ويانا في إعداد هذه الأبليكيشن. ما شاء الله، يعني أسرة متكاملة وعدد، يعني مو بس اثنين. إذا خلينا نتكلم شوي عن آلية العمل، لو تكلمنا خالد شوي عن آلية العمل، بما أن أنت ذكرته أن عددكم مو محدود. طبعا أول شيء التطبيق يقسم على 4 أقسام. اللي اكتشف نفسه الواحد، اي احد يقدر يدش التطبيق يكتشف كل الفعاليات، كل الاماكن، الاسواق السياحيه التراثيه، كل الاماكن الموجوده في البحرين، بالاضافه الى الفعاليات الموجوده، بالاضافه الى المشاريع، بالاضافه الى تخطيط الرحله بشكل اساسي. المشروع طبعا تقسم بين برمجه، بين اعداد، بين تحرير الحمله الاكرب، بين تصميم الحمله الاكرب، لما اكتمل بهالقالب الحمد لله. يعني وانت تتكلم يعني أنس الحين وتقول منوع وشامل وفي فرق، بس اكيد كان في صعوبات خالد. يعني الموضوع ما يخلى من صعوبات ومن تحديات، فلبي تكلمونا شويه عن الصعوبات اللي واجهتكم اثناء تنفيذ هذه التطبيق. سؤال جدا جميل منك اختيار جايه. طبعا كل مشروع لازم فيه صعوبات، بس الصعوبه الاكبر ان شلون تحول الفكره من عقلك الى الورق الى ثم تنفيذ. فكان الفريق ما شاء الله لا قوه الا بالله جدا متعاون ويانا، فريق بحريني شاب طموح كامل الإبداع في تنفيذ الفكرة. فكان هذه أصعب شيء، إن إحنا ننقل الفكرة من ورق ومن تفكير من عقلنا إلى تطبيق واقعي الحمد لله يستخدم اليوم عشرات الآلاف من المستخدمين. جميل. الكلام مع الشباب البحريني الطموح شيء يعني أو حديث ممتع جدا، وفي كثير من الطموح، وإحنا شاكرين جدا وجودكم، وأكيد أيضا شاكرين مساعدتكم لنا في التغطية لهذا اليوم السعيد. يعطيكم ألف عافية، شكرا لوجودكم معنا.